ليكو انا قدام لو الا يا زلمه عاملين شوك صغير بس المفروض هذا الشيء بيطمن لا اوكي لا ما حبيت دليل شعب وسب Hey guys, كيفكن؟ Welcome back to my YouTube channel. أهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم فيديو جديد وتحدي جديد. هيدا صارت هيك مثل سيريز عنا على الشانل. بنروح ومنقيم قصص. So أول مرة عملنا فرايز، رجعنا عملنا آيس كريم. اليوم رح نروح نقيم كيكس. أنا ونجيب. Hello, hello. Hi, Naj. Hi. So رح نروح هيك على كذا باتيسري وناخد شو قررنا نجيب إكلير أو فورينوار. هول الكتير بيزكس يعني كل العالم بحبون ورح نشوف وين اطيب مطرح انا ونجيب كتير منحب الاثنين سو رح ننقي وحده ونروح على شي 4-5 محلات ونشوف وين اطيب شيء جايز بليز عم نضحك نجيب عم بقول لي كثير قال عاليه الكاميرا عم بقول شو متلي كثير واطيه كيف بدي انا بفكر الكاميرا هي كثير واطيه حاسس انا حاسس حالي كثير طويل ليكو انا قد بتجينا عليها بعد تبين رقبتي من هون شوف اذا عندي شيء تحطيه تحته اوكي سو قررنا اكلير اي لايك اكلير رح ناخذ بايت بايت بس بدك من جوا شوكولا او فانيه اكيد فانيه انت لا هي اول مره بنعمل تشالنج شخصين عاده اول تشالنج مع مين مع ميشيل شو صاير هون مع ميشيل فرايز وتاني مره مع كارلا عملنا ايس كريم هيدا الفيديو كثير حبيته كان كثير مهضوم كان منحب انه تكونوا معنا بهيك تشالنجز بس بعرف مش مطولين كثير هن صح بس يرجعوا نعمل فيديو لكاتر صح هيدا غنية ألسا كثير بتحبها Take me back to where we once began جايز وصلنا على أول لوكيشن اوكي سو جايز جبنا اول اكلير من عند الدويهة جبناها شوكولا شوكولا من جوا اول شيء سعرها كان 21500 ما عنده سكين وما قبل يحط ما عنده علبه ما قبل يحط لنا اياها بعلبه لان اخذنا بس هيدي القطعه سو خلينا نعمل تيست تيست والله عن جد يعني ما قطعتي سريب جولة وعنده ما عنده خلاص لك شو عم تشيرز تشيرز minutes later اوف جود طيبة I like it قوية كتير طيبة كتير حبيت هيدا الشيء محطوط فوق الشوكولا اللي هالمال كتير طيب هيك سميكة شوي حبيتك قديش ما مش هيك عم قلك انه قوية كتير طيبة مبلشين صح اليوم كتير طيبة بدي اكل شي 10 هيك وغاز شو رح نعمل ما رح نعطي علامات هلا من الاول لكننا دقنا كذا محلات من بعد ما ندوق كذا محل نرجع نعطي العلامات لكل المحلات ما هيك نجيب تيكون بس دويها على الكومبيتيشن على الكومبيتيشن صار لي ساعة عم بحكي وأنا عم بحكي ومش منتبهة على هالشوكولا هلأ تحبيتيها يعني ولو إلا يا زلمة يلا ستوب نمبر 2 هي لبيدور جايين قبل على هيدا الفرع كمان وقت الايس كريم بتتذكر ونجيب صف هونيك تتذكروا صف هونيك بعد شي 7 ساعات نمشي أنا وكارل وساحب تتذكر كارل جايز انا ونجيب هلا عاملين شوك صغيره ما عم تصدق انه بين مطرح ومطرح يعني ما في قد ايه وقت بالسياره 5 دقائق اقل فرقت 6000 ليره ونص لبيدر حقها 15000 هونيك كان حقها 21500 مع علبه مع علبه ومع سكينه سو لهلا اكيد اكسبيرينس عند الاباي احسن سو خلينا ندوق في شيء وقع مع سكينه و... وحتى السايز تبعها اي ثينك اكبر من تبع الدويهة بس اونستلي شكليا هيديك بتشهي هيديك بتشهي اكثر سو ليتس تيست ات
بس don't judge a book by its cover. أكيد. يوم حاسة بالفرق. It's not the same. منا مثل اللي قبله أبدا. بس هيدا البات أطيب. العجينة. العجينة هي أطيب. بيني مور فريش. حمصة شوي أكتر من بيني مور فريش. واو. بتعرفي شو حبيت فيها؟ واو. الشوكولا منه طاغي أبدا. واو. هذا رح أكتب كمان. جايز كتير طيبة. تعتقد تفضلها عن أولى؟ أنا كمان أكيد. وفرق 6500. You're welcome. صراحة guys فاضي. طلع ما عنده. برادو فاضي. فاضي فاضي. معقول؟ كيف يعني ما عنده؟ وي. ما عندون؟ اه اوكي ثانك يو. اوكي باي. لقيت على بارتاتشين تشوف اذا عندهم اكلات شوكولا يخلوا ليها عشان حتى كنت وصلت. ما عندهم. يعني بول وبارتاتشين انه معروفين بالدسرت تبعهم. معقول ما عندهم؟ ولو واكلار واكلار يعني مش انه هالدسر اللي هي اكثر شيء بيزك بيزك. جايز جينا هلا على باتيسري نجيب بيعرفها انا ما بعرفها من دقيقه عندها قبل ولا شيء اسمها مونداليز بتبرجه بس جايز شوف العجقه عنده هو على طول هيك وايد بس المفروض هذا الشيء بيطمن لا اوكي يلا ليتس سي الإكلار من عند موديليس شوفوا هيك شكله اوكي تيبيكال لبنيز ايه ايه مبينة انه هيك مهضوم شكله هيك شوي غريب يعني مش مثل الإكلار بتشوفوه عادة بس الغريب كتير انه ما عم صدق فرق الأسعار بين محل ومحل هقدر قدر بتقولها 8000 10000 10000 يعني اول محل كان 21500 ثاني محل كان 15000 هيدي 10000 يعني فرق الاسعار مش مسموح مش مسموح يعني كلهم اكلار كلهم نفس الشيء مش معقول يكون هالقد في فرق رح نستعمل العلبه تبع ابي تنقدر نقص يا لعنا هالعلبه عن جد ابي ميرسي كثير تخيلوا في حدا اعطينا علبه اوكي لك قصتها شو حلوه ايه كثير هيك شارب Cheers. بس كتير قوي طعمة الأورانج بهالإكلار. مش هالقد. بلا يعني بتحس فيه. يعني كلهم حاطين أكيد أورانج بس ما بتحس بالأورانج. Anyway. عندي مشكلة مع هاي. بس كمان I enjoyed it. إيه بس شوي. تعرف شو طيب فيها؟ شو؟ إنه الكريم اللي جواتها كتير مسقعة. اوكي هيدا براد برادن احسن من هدوليك بدي اقول شغلي عن هيدا الاكلار اللي ما كتير حبيته انه حسيتها شوي اوفر كوكت عجينتها كتير بتقرمش قاسية يعني حتى الشوكولا اللي هون اللي هالميل قاسية يعني مجمد بس انه طعمتها لانه براد قوي بس انه طعمتها فير صح نجيب؟ صح بس فير جايز هلا اخذنا اكلير من الجيلاتو شوفوا بتيجي بهالطريقه اوكي كمان كثير عم نتفاجئ بفرق الاسعار لانه حقها 13000 كل واحد شيء ما في حدا مثل ما في حدا مثل الثاني ولا حتى قرابع بعض ولا حتى قرابع بعضهم هيدي الشيء الغير عن الباقي انه فرجيهم ليكو كلها شوكولا كلها شوكولا حتى العجينه شوكولا وبقلبها شوكولا ومن فوق شوكولا وعليها كسر شوكولا سو بركي نعمل اوفر دوز شوكولا بروبابلي 100% انا ما رح اقدر اخذ اكثر من هيك بجيب اوكي انا بدي من الطرف كمان انتوا بتحبوا الطرف او النص تشيرز ليك قديش غامقه كلها شوكولا يا
كتير قوية كتير فيها كريم من جوا كتير قوية هيدا الشوكولاتة جوا كتير فيها لا ما حبيت I don't like it ولا أنا كتير ذكرني بهيدا البول الشوكولاتة فيها ايه البوزة ايه ما فيش فيها no no ما كانت طيبة يعني حبيناك بالبوزة جيلاتو ايه بالبوزة كان تمام بس بالإكلير ابدا ما بتربح معنا وقف هون ايه فينا اوكي جايز رح نوقف الفيديو هون هلأ نجيب بدنا نقيم بدنا نعطي علامات يا رح بليش انا وانت رجعتي اوكي انا نمبر 1 عندي هو ابي دار بعطيه انا كمان 9 على 10 انا كمان بيرجع من بعده دويهة 8 على 10 انا كمان بيرجع من بعده لا ما بعطي 8 انا بعطي شي 7 عنجد؟ لا انا بعطي 8 دويهة 8 على 10 انا بيرجع من بعده شو اسمه؟ مونديليس مونديليس 6 ونص أنا 6 وهيدا جيلاتو 4 ونص وقف أنا بعطي 4 ايه So yes guys هول هالناس So we have a winner We have a winner وإذا عبالكن إكلير روحوا عند لبيدار صح أول شي سعر وايز كتير كان بالنص يعني مش دويه 20,000 ومش موديلي 10,000 سبا 15 موديليس 15,000 سو مقبولة بالنسبة لأسعار هلا نحن عنا بلبنان anyway guys هلا رح نختم الفيديو أنا ونجيب إذا حبيتوا الفيديو كمان حطوا لنا بالكومنت وأكيد حطوا لايك وسبسكرايب أنا كتير بحب أعمل هول الفيديوز أنا ونجيب وعادة ميشيل وكارل كمان لأنه هيك كتير بنكتشف قصص جديدة يعني بنصير خلص مرت الجاي بس بدنا ناكل إكلير بنعرف وين بدنا نروح صح. إذا حبيتوا هيدا نوع الفيديوز حطولنا بالكومنت شو الشي اللي لازم نقيمه مرت الجاي وأكيد ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكمان تفعلوا الجرس كرمال ما تروحوا ولا فيديو هيدا كل شي لليوم بشوفكن next week باي